السلام عليكم. شهيد آخر في موكب استعادة الدولة وتحريرها، العميد حميد التويتي قائد اللواء 29 ميكا، استشهد أثناء المعارك في جبل الصافح بنه. واحد من عظماء الجمهورية المحاربين يمضي مع رفقته حميد القشيبي وعبد الرب الشدادي وعلي ناصر هادي واليافعي وغيرهم من القادة والعسكريين ممن قدموا أرواحهم في معركة التحرير. تبدو معركة استعادة الوطن من فك الانقلاب باهظة الثمن، خصوصا مع ما يدفعه الجيش الوطني من أثمان كبيرة فيه. هذه المنطقة الجبلية التي أثيرت حول معركتها الكثير من الأسئلة والشكوك، غير أن الجيش الوطني وهو يقدم هذه التضحيات يظل هو الحصن الوحيد الذي تعقد عليه الآمال في استعادة الدولة وتحرير هذه البوابة المهمة لصنعاء. ما يزال أمام الجيش الوطني معركته التي يخوضها في استعادة عاصمة اليمنيين المسلوبة. مشاهدينا الكرام، للحديث حول حادثة استشهاد القائد حميد التويتي والمعوقات العسكرية والطبيعية التي تعترض مسار السيطرة الكاملة على نهب واستعادة العاصمة بأكملها، ستكون حلقة الليلة من المساء اليمني. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. نهم، المنطقة النهمة والجبال الجائعة للموت الرابضة على مشارف العاصمة صنعاء. ونهم المنطقة المجهولة لطبيعتها وشحة المعلومات عنها وزبد الحديث المصاحب لمعركتها. فعلى هذه الجبال سقط العديد من أبطال الجمهورية، كان آخرهم قائد عسكري تقدمه معركة استعادة الدولة قربانا للتحرير، العميد الركن حميد التويتي قائد اللواء 29 ميكا عمالقة في معارك تحرير نهم، سقط بنيران الميليشيات الانقلابية. استشهد العميد التويتي وهو يتفقد أفراده في آخر المواقع التي تم تحريرها في جبل الصافح بنهم. منذ أيام تشهد هذه الجبال مواجهات أعلن خلالها الجيش الوطني سيطرته على جبل الصافح وتباب جبل الكحل بتغطية نارية من التحالف، وتجري عمليات تمشيط يقوم بها الجيش للجبل لتطهيره من عناصر الميليشيات. قرابة عام ونصف دارت في هذه الجبال معارك ضارية سعى الجيش الوطني للسيطرة على هذه المنطقة الجبلية شديدة الوعورة والتي تطل على صنعاء من شمالها الشرقي والتي تبلغ أكثر من 1800 كيلومتر مربع وتقدم خلالها أكثر من 30 كيلومترا بصعوبة بالغة. غير أن تمركز ميليشيا الحوثي وقناصتها في المرتفعات والأسلحة التي تمتلكها والألغام التي زرعتها في الطرق تظل معوقات خطرة تحول دون تقدم قوات الجيش الوطني، ناهيك عن موانع الطبيعة المتمثلة في سلسلة الجبال الوعرة والتي تجعل الجيش الوطني أمام مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد. هذه الفترة خلق جدل واسع في أوساط المتابعين لسير المعارك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب طول أمد المعركة، غير أن الإجابة تظل محمولة على أكتاف الجيش الوطني وتضحياتهم في الثقب الأسود المتاخم للعاصمة صنعاء. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر سكايب الناشط السياسي من ألمانيا زيد الشريف. مساء الخير أستاذ زيد، وأيضا سينضم معه آخرون. مرحبا بك أستاذ زيد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية يعني تعود المواجهات مجددا في نهب بعد انقطاع دام ربما لفترة لا بأس بها، بحكم يعني معرفتك للجغرافيا العسكرية، كيف تقرأ طبيعة المواجهة الدائرة هناك؟ أولا أشكركم على الاستضافة وأحيي المشاهدين جميعا. في الحقيقة أنه ليس هنالك انقطاع في المعارك فينا، وإنما هنالك فترات تأتي لا يستطيع الجيش الوطني والمقاومة أن يخترقوا صفوف الميليشيا ويحرزوا تقدم. نعم. وتأتي فترات يتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فيتفاعل الناس مع هذا التقدم. أما الحرب هي مستمرة دائما، لكن تكون حرب إما مواجهات عنيفة أو مواجهات أقل عنفا. أما المواجهات مستمرة، كل يوم هناك شهداء وكل يوم هنالك حرب وإطلاق نار فينا. نعم، اليوم ارتقى الشهيد حميد التويتي قائد اللواء 29 ميكا عمالقة، هذه التضحيات الضخمة أستاذ زيد التي تقدم في نهم، هل طبيعة المعركة يعني تقتضي ذلك؟ نعم، منطقة نهم هي منطقة كما ذكرنا مرات أنها منطقة واسعة جدا وجبال. نعم. متشتتة. الآن المعارك تدور في مساحة تقريبا 50 كيلو متر عرض المعركة، خط المواجهة 50 كيلو متر، يعني كم من الجيوش وكم من الألوية تحتاج بس عشان تسد هذا الثغرات في هذا ال 50 كيلو متر، وكم من التضحيات تحتاج لكي تتقدم. فالحقيقة أنه هنالك محاولات ممنهجة للتقليل من أدوار المقاومة والجيش الوطني في نهب والتقليل من انتصاراتهم ومن تضحياتهم،
وهذه اعتقد انه هنالك جهات تقف خلفها، لانه في الحقيقه هناك الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه يبذلون اقصى جهدهم ويسعون لتحرير نم في اسرع وقت والوصول الى صنعاء، لكن العواقب المعيقات والعراقيل كثيره امامهم، منها كما ذكر في التقرير الالقام والتسليح القوي للميليشيات، لان الطيران لم يستطع حتى الان ان يقضي على الاسلحه التي يخزنها العفاش والحوثي في جروف نه، لانها منطقه جبليه والطيران تاثيره في المناطق الجبليه اقل من المناطق الصحراويه بشكل كبير، لذلك التضحيات هي باذن الله في طريق التحرير وفي طريق النصر، والمقاومه والجيش الوطني لا يلتفتون ولا ينتبهون لهذه الاصوات التي تريد ان تخذلهم وان تقلل من انتصاراتهم، وماضون باذن الله نحو التحرير. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ زيد، ينضم معنا الضابط في الجيش المعنوي السيد بكيل عفيف عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ بكيل. نعم مرحبا. نعم، لو تحدثنا معك سيد بكيل عن طبيعة المعركة الدائرة في نهم، ما أهميتها؟ أولا في البداية أحب أن أهني الجيش الوطني بذكرى الذكرى الثانية لتأسيس الجيش الوطني، وأترحم على الشهداء وأبارك للجنود وللأفراد والضباط في شهر رمضان الكريم. عزيزتي، استمعت إلى تقريركم وقرأت عنوانه الثقب الأسود، ولا أعلم هل هو ثقب أسود للقوات للجيش الوطني أم ثقب أسود للميليشيات. من خلال من وجهة نظري أنا أو كضابط، أن نهم هي ثقب أسود للميليشيا. تقريركم أورد مساحة نهم، لكنه لم يورد أن نهم تضم 180 جبل شاهق وأكثر من 100 تبة، ولم يورد أن حجم أفراد الميليشيا كان تقريبا 30,000 جندي من الحرس الجمهوري. هذه كلهم افترعتهم نهم خلال فترة معارك نهم. ما يحدث الآن في نهم كما قال ضيفكم الكريم الشلفي من ألمانيا، أن المعارك مستمرة ولم تتوقف. هناك مرحلة تقدم للجيش الوطني، وهناك مرحلة تقدم قول المراحل كان وفر بين الميليشيا والجيش الوطني. المعارك مستمرة على دائما. نعم، إذا يعني أستاذ بكيل، يعني المعلومات التي أوردتها بالنسبة يعني 80 جبل شاهق 100 تبة، هذه المعلومات يعني أنتم أدرى بها بحكم يعني احتكاككم بالأرض ومعرفتكم بها أكثر منا، ولهذا نستضيفكم حتى يعني نستوضح أكثر. يعني هناك الكثير من الأسئلة، يعني البعض ربما لا يعي أن ربما نهم غير مساحة الكبيرة، يعني شدة الوعورة التي تتحدث عنها، المعركة ليست بهذه السهولة التي يتوقعها الآخرون. حدثنا عن يعني الروح المعنوية لدى الجيش والمقاومة، هل هناك يعني اتجاه نحو التحرير مناطق خارج نهم، خصوصا يعني أن الجيش على مشارف أخرى؟ أولا طبعا لولا أن المعنويات قوية، معنويات أفراد الجيش الوطني مرتفعة، ومعنويات لما كان يحصل هذا التقدم، تقدم ما حصل أمس خلال 3 أيام الماضية، جبل الكحال الصافع، هي مناطق مهمة واستراتيجية وهامة جدا جدا بالنسبة لصنعاء. هي مواقع يجب ان يسيطر عليها الجيش وان يؤمنها تماما حتى يجنب الجيش الوطني الكثير من الخسائر والكثير من الافراد. هذه المناطق هي هو شبه مواقع مرتفعه تشرف على مناطق على مناطق مناطق تحتها كبيره. هو الجيش الوطني حتى الآن قد يلاقي صعوبة من خلال حقول الألغاب، لكن هناك حلول يعملها الجيش الوطني للألغام. وكما أحب وكما هنا أؤكد أنه الآن أصبحت فرص أو قلت فرص إيصال الآن تقل فرص إيصال الإمدادات كثير جدا. إذا سيد بكيل، يعني نود أن تحدثنا عن طبيعة المعركة التي استشهد فيها القائد حميد التويتي وما أهميتها.
بالنسبة للشهيد القائد السويدي رحمه الله، طبعا هو استشهد وهو يزور ويتفقد أفراده في المواقع الأمامية. المعركة الموجودة حاليا في نهم يشارك فيها 5 ألوية، خمسة ألوية من اللواء 314، اللواء 72، اللواء 121، اللواء 141، اللواء 125، اللواء 29 ميكا، اللواء العمالقة، يشاركون في مقسمين إلى محاور إلى على مواقع معينة. استشهد السويدي وهو يزور ويتفقد أفراده في الخطوط الأمامية في جبل الصافح، في جبل الصافح. نعم. وطبعا هذا النهج كله نهج كل القادة اليمنيين رحمهم الله، مات الشدادي وهو في الخطوط الأمامية، انتقل السوشيال وهو في الخطوط الأمامية، تويتي تبعهم وهو يتفقد أفراده في الخطوط الأمامية. وهذا يزيد أنا كأفراد، صحيح أن الفرد يحس بأنه يفقد قائد ويفقد رجل له قيمته، لكن هذا ترفع من معنويات الأفراد أنه قائدهم بجانبهم. نعم أستاذ بكيل، يعني تسمى نهم الثقب الأسود ربما، أو يعني الكثير من التضحيات التي قدمت لأجل النهم، هل تبتلع كل هذه التضحيات دون تقدم حقيقي على الأرض؟ ما حجم التقدم؟ هل يساوي هذه التضحيات التي يعني يقدمها الجيش الوطني والمقاومة خلال الفترة السابقة؟ أخت آسيا، أولا وأخيرا حجم التقدمات أو نتائجها تحسب بالأخير، لكن أحب أن أؤكد لك أن نهم تستحق ما هو أكثر. ونهم قبل ما تكون هي ثقب أسود للجيش الوطني، هي كانت هي ثقب أسود للميليشيا. النهم هي بوابة صنعاء الأساسية، ولا يمكن أن ننقل الحرب إلى صنعاء دون نهم. في بالتأكيد 2011، في 2011 لم يقدر علي عبد الله الصالح بالمستقبل الخليجي الا ما عندما سقط نقيل بن غيلان. نعم، اذا شكرا جزيلا لك. نعم، الايادي الداعمه للثوره. اذا شكرا جزيلا لك بكيل عفيف، الضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ زيد. استاذ زيد، يعني هل يعني من خلال حديث سيد بكيل معنا يعني نستطيع القول أن هناك تحولات جديدة قد تطرأ على سير المعارك خصوصا في جبهة الصافح؟ أعتقد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ فترة هم يبذلون كل الجهد ويرسمون مخططات كثيرة لتغيير المعادلات في نهم، لكن هنالك عراقيل يجب أن نعترف بها. الميليشيات كثفت من قواها في نهم، المخلوع مستميت على نهم لأنه يعرف أن نهم آخر حصن من حصون صنعاء. إذا وصلت المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى نقيل بن غيلان، فكما وقع على المبادرة الخليجية في 2011 سيبحث له عن مهرب في 2017، لأن نهم إذا انتهت معركة نهم هي كما ذكر الثقب الأسود، وهي فعلا ثقب أسود للميليشيا، وقد استهلكت الكثير من مقاتليهم بالآلاف يعني في جبال نهم. وربما يعني لا استبعد ان هنالك بطء واستدراج للحوثيين الى نهم، بحيث عندما تقل قواهم ويتم قتل العديد القوى المهمه والمؤثره في صفوفهم تتقدم المقاومه بكل سهوله بعد ذلك. نعم. لكن حاليا الضحايا من الميليشيات كثير في جبال نهم باضعاف اضعاف ما يسقط من شهداء من صفوف الجيش الوطني. فاعتقد ان اننا قادمون باذن الله قريبا على التحرير، يعني مهما طال ومهما طالت الايام ومهما طالت الشهور حتى السنين سنصل الى صنعاء وسنصل الى كل مناطق الجمهوريه باذن الله. جيشنا الوطني عازم، واعتقد انه لا يستطيع احد ان يقف امام هؤلاء الابطال ان يعودوا الى ديارهم، هؤلاء الابطال ان يعودوا الى ارضهم، الى وطنهم، الى اهلهم، الى اولادهم. الناس يعني سنين من التشرد يكفي، الآن الناس عازمون على الرجوع إلى أرضهم بإذن الله، ولن يقف لا قوة المخلوع ولا قوة الحوثي أمامهم. نعم أستاذ زيد، يعني هنالك من يقلل من أهمية التضحيات في نهم والتهوين أيضا من حجم المعركة، كيف تقرأ الأمر وكيف ممكن أن تصحح مثل هذه الصورة لدى الكثير من لا يعون طبيعة وجغرافيا نهم؟
هؤلاء يتناسون أن الجيش الوطني كان محاصر في مجمع مأرب في منطقة لا تتعدى 2 كيلومتر مربع. الآن أصبح الجيش الوطني الذي يتكلمون عن أنه لا يتقدم أصبح على بعد 30 كيلومتر من العاصمة صنعاء، أصبح على بعد أقل من 30 كيلومتر، ربما يختفي عفاش في أطراف صنعاء من رأس المخلوق، وهم يتناسون كل ذلك. الآن أصبحت مأرب بعيدة كل البعد عن الميليشيات الحوثية، وأصبحت المسافة من مأرب حتى المناطق المواجهات حاليا 230 كيلو متر. تم تحرير كل شبر وكل متر وكل كيلو من هذه المناطق بدماء طاهرة وزكية، يستهين بها هؤلاء المرجفون ولا يذكرون هذه التضحيات وهذه البطولات. وعندما يواجه الجيش الوطني عراقيل أو معوقات فإنهم يجدون هذه ثغرة لمهاجمة الجيش الوطني. لا ننكر أن هنالك قضايا فساد وقضايا ربما هنالك من القيادات من مصلحتها أن تبطئ التقدم، لكن الجيش الوطني بشكل عام والمقاومة نعم، الشعبية عازم على التحرير، وليس لديهم أي أدنى شك أنهم جميعا هدفهم والقادم هو تحرير صنعاء، ولا تقف أمامهم لا إرادة سياسية ولا ضعف عسكري، وإنما هي المواجهات العسكرية والتضحيات وصعوبة المناطق والألغام. نعم. إذا أستاذ زيد، انضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نشوان قاسم الناشط السياسي من صنعاء. مساء الخير أستاذ نشوان. مساء النور، العافية، شهر كريم وخادم مبارك على الجميع إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ نشوان، هل تشهد الأيام القادمة فينا تغير في طبيعة المعركة نحو صنعاء برأيك؟ أولا نترحم على شهيدنا الكبير العميد حميد الطويسي، أحد أبطال الجيش الوطني الجمهوري المغاوير والأفذاذ، والذي سقط والجمرة يده، لم يكن شرفه العسكري وكان في مقدمة الجبهات ليدافع عن الجمهورية وعن الشعب المظلوم. ما يخص جبهة نهم، يجب أن يعلم الجميع بأن معركة نهم تختلف عن كل المعارك التي خاضها الجيش الجمهوري منذ تحرير عدن. أستاذ نشوان، يعني يبدو لي أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر، نعتذر منك. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني هل يعني من خلال استماعي لحديثك ولحديث أيضا سيد بكيل، هل نستطيع أن نوصف المعركة في نهم بأنها انكماش وتقدم، أم أن الجيش كل يوم يكسب مجالات حيوية على صعيد الجغرافيا في نهم؟ الجيش الوطني يحرز تقدم كثير، لكن المناطق الحيوية في نهم، مركز المديرية والمناطق المجاورة لها، ما زالت هي بعيدة بنسبة قليلة عن المواجهات. المواجهات حاليا تدور في الجبال. المناطق الحيوية ليس الجيش الوطني والمقاومة بحاجة للسيطرة عليها. عندما تسيطر على التلال وعلى الجبال المطلة على هذه المناطق، فأنت تسيطر على هذه المناطق روتينيا بدون مواجهات. والجيش الوطني بصراحة ويحرص كل الحرص على المدنيين، ويحرص كل الحرص على سقوط الضحايا من الناس الذين لا يشاركون في الحرب، ويحرص كل الحرص حتى على الذين يشاركون في الحرب مع الميليشيات، ويبعث لهم برسائل تطمين أنه إذا تخليتوا عن الميليشيا وعدتوا إلى صوابكم فلن نعترضكم ولا نريد لكم إلا الخير، نريد أن نعود إلى ديارنا ولا إلى أهلنا. فالمناطق الحيوية ستسقط بإذن الله بدون حرب وبدون مواجهة كما يريد الجيش الوطني. أما الميليشيات فهي لا تأبه بدماء الناس، بل هي تتستر في تخفي الأسلحة في القرى وتخفي الأسلحة في مناطق سكنية، وعندما يستهدفها الطيران يتباكون. مع أننا ضد استهداف الطيران للمناطق التي فيها مدنيين، لكن مع ذلك نحن ضد تخزين الأسلحة في مناطق في يسكن فيها المدنيين، يسكن فيها العزل الذين لا علاقة لهم بالحرب، ويأتي الحوثي لجرهم إلى هذه الحرب بخزن الأسلحة في مناطقهم، ويأتي الطيران يستهدفهم ثم يستثير فيهم الغيرة على الضحايا فيقومون ويحققون الهدف الذي سعى إليه الحوثي. إذا سيد زيد، يعني كنت تحدثني عن نقطة أو نقيل إذا ما تم الوصول إليه يعتبر أنها يعني أن المعركة شبه مكتملة، كم تبقى يعني للجيش الوطني حتى يستطيع الوصول إلى هذا النقيل؟ أصبح الجيش الوطني الآن في المنتصف تماما في منطقتنا، أصبح على بعد 12 كيلو و400 متر، حسبتها حساب لما كنت في نهم بالمابس، ويبعد من نقيل ابن غيلان 16 كيلو متر بالتحديد، وهذه مسافة القذائف تصل إلى نقيل ابن غيلان وإلى منطقة الصمع. الصمع هو محاذي نقيل ابن غيلان،
فعندما يصل الجيش الوطني إلى نجيل بن غيلان، المخلوع علي عبد الله صالح لن يكون وميليشياته وميليشيات الحوثي لن يكون لديهم القوة ليواجهوا في ما وراء نجيل بن غيلان، لأنهم قد يعني دفعوا بكل قواهم في المناطق المواجهة الحالية فينا. وعندما يستطيع الجيش الوطني والقوام الشعبية أن يكسر، نعم ما زلت معنا أستاذ زيد. نعم إذا ينضم معنا عبر الهاتف أيضا رضوان العماري وهو المرافق الشخصي للشهيد حميد التويتي. مساء الخير أستاذ رضوان. يا مساء الأنوار، حياكم الله. أنت شرف بالقناة الرسمية للشرعية الناطقة باسم العميد حميد علي الطراح التويتي رحمة الله عليه وتقبله الله شهيدا عنده. بعد كل هذه المدة سيد رضوان، هل اتضحت طبيعة المعركة باعتبارها معركة الجمهورية في مواجهة الإمامة برأيك؟ نعم إنها اتضحت، وكانت يعني كانت تقدم للقوات الشرعية في جبهات نهم، وكان في الصفوف الأمامية، وحدثت اشتباكات، واستشهد العميد الركن علي حميد علي عبد الله التويتي. نعم. كان في مقدمة الصفوف، وكان رجل بطل شجاع مقدام. هذا كالرجل الذي له تاريخ قديم ولا ينتسي عبر التاريخ. نعم رحمة الله عليه. إذا حدثنا عن اللحظات الأخيرة للفقيد. الرجل الفقيد كان هو شهيد الحرية، شجاع مقاوم على عرضه ودينه وعلى ممتلكات الشعب اليمني، وكان شجاعا ومحافظا على جمهورية اليمن، وكان يتقدم بكل وراوة وبكل شجاعة وبكل حماس، ومن ثم وكان في الصفوف الأولى، ومن ثم استشهد، بحيث أنه كان في مقدمة الكتائب، وكان يتقدم بشجاعة وبسالة. رحمة الله على الشهيد العميد الركن حميد علي التويتي. نعم إذن المعركة الدائرة التي في نهم التي كان يتفقدها الشهيد قبل استشهادها، أين كانت وهل لا تزال دائرة حتى الآن؟ نعم ما زالت دائرة، وما زالت المقاومة تتقدم حتى أنها حضرت منطقة القلب التي في نهم، وكان اشتباكات عنيفة، ومن ثم سيطرت القوات الشرعية على المنطقة بالكامل في حرب في منطقة نهم. نعم بالصافح. نعم وأنت رفيق الشهيد، يعني رفيق دربه، حدثنا عن حياته العسكرية السابقة. معروف رجل كان عسكريا منذ أن تخرج من الكلية الحربية، وكان في مقدمة الصفوف في الجيش اليمني، وكان يتلقى منصبا تلو الآخر، ومن ثم كان آخرها قائدا للواء 29 ميكا ميكانيك عمالقة، ومن ثم نزل إلى الشرعية وتشكل الجيش اليمني، وتشكل قوات العمالقة الذي هو 29 ميكا ميكانيك عمالقة، وله أدوار بطولية كثيرة كثيرة، وهو معروف لدى الجمهورية اليمنية، ومعروف لدى المقاومة، ومعروف لدى الشعب اليمني بالكامل في الداخل وفي الخارج، ومعروف في شجاعته وبسالته وفي مقاومته، وهو شهيد بإذن الله. رحمة الله عليه أستاذ رضوان العماري، شكرا جزيلا لك، أنت المرافق الشخصي للشهيد، كنت معنا في هذه المقتطفات عن حياة الشهيد السابقة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ زيد. استاذ زيد، يعني نود ان تحدثنا عن الاسناد الشعبي، ما مدى يعني من ابناء نهمة الجيش الوطني والمقاومه؟ هل تجدون انه يتسع كل يوم كلما تقدم الجيش نحو تحرير منطقه نهم؟ في نهم وفي كل مناطق الجمهورية أصبح الناس كل فترة وكل شهر يمضي وكل سنة تمضي يزدادون قناعة أن الميليشيات لا تصلح لبناء دولة، أن الميليشيات لا تصلح لأن تكون حتى جار وأن تكون حتى شخص تستطيع أن تتعايش معه بغض النظر أن يكون دولة. عندما وصلوا إلى نهم كان هنالك تأييد من بعض الشخصيات في مديرية نهم لهم، لكن نهم وكالعادة هي أغلبيتها تكون دائما مع الوطن، موقفهم دائما حيثما تجد الوطن تجد نهم، وتجد رجال نهم الأوفياء رجال نهم الأحرار يقفون مواقف التي يرضاها لهم أبناء شعبهم، المواقف التي تحمي الجمهورية اليمنية ضد هؤلاء الإماميون السلاليون القادمون من كهوف مران. التأييد الشعبي في مديرية نهم كثير ويتسع كل فترة أكثر، وكما ذكرت قبل قليل هنالك تواصل مع شخصيات كثيرة في المديرية وأبدوا استعدادهم للتعاون، وبإذن الله في القريب العاجل عندما يستطيعوا أن يكون لهم فرصة للنزول سيكونوا في مارب بإذن الله. يبقى هنالك القليل مع الحوافيش لكن ليسوا قوة تستطيع أن الميليشيات حتى أن تعتمد عليهم في نهم، هم يعتمدون دائما على المشرفين الذين يبعثونهم من صعدة ومن بني حشيش ومن صنعاء ومن كل مناطق الجمهورية، لأن التأييد الشعبي فيهم قليل وقليل جدا معهم. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ زيد. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف سيد مانع سليمان، القيادي في التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير أستاذ مانع. مساكم الله بالعافية. أهلا بك. والنصر إن شاء الله والتأييد. إن شاء الله. أستاذ مانع، يعني نهم بين التضحيات الضخمة وطبيعة المعركة، حدثنا عن هذه الثنائية. حينما نقرأ الجغرافية العسكرية التي تتمتع بها مديرية نهم نجدها جغرافية معقدة جدا، ويخوض الجيش الوطني هذه المعركة في هذه الجغرافية بجدارة وبحنكة عسكرية وتحرك عسكري دقيق ودقيق للغاية، وينطلقون ضمن خطط واستراتيجيات يرسمها وترسمها قيادة الجيش الوطني في غرف العمليات عمليات الحرب. وكما تشاهدون وكما تعلمون يعني كل يوم وهم يحررون مكان ويحررون، يعني هم يخوضون الآن أبطال الجيش الوطني يخوضون معاركهم مع المواقع المحصنة والمحصنة جدا والتي تم تحصينها لأكثر من 3 سنوات بعد التحصين الذي سبقها في المعسكرات التي في فرضة نهم، تحصين بالخنادق والألغام ويعني تحصينات هائلة جدا، إلا أن أبطال الجيش الوطني يخترقون هذه التحصينات ويحققون انتصارات تلو الانتصارات في كل يوم. اليوم يحرر أبطال الجيش الوطني يعني الكثير من المواقع التي في جبل الكحل والكثير كثير من اجزاء الصافح، هذه المواجع التي تم تحصينها لاكثر من 3 سنوات وهي تحصن بالالغام والخنادق وما الى ذلك، يعني تحصن حتى تحصينات يعني لمواجهه قصف الطيران. ولذلك ابطال الجيش الوطني يخوضون اعقد معركه يمكن ان يتصورها خبير عسكري لو قرأ الجغرافيا وحجم التحصينات، فإنهم يخوضون أعقد معركة على مستوى العالم بأسره. نعم. ولكن مع ذلك يحققون انتصارات تلو الانتصارات، والتضحيات التي يعني تقدم في هذه المعركة هي تضحيات مقدسة. صحيح أن هناك تضحيات جسيمة، واليوم يستشهد أحد أعمدة الجيش الوطني وهو العميد حميد التويتي عليه رحمة الله، ويستشهد وهو في مقدمة الصفوف، مما يدل على أن معركة الجيش الوطني ومعركة اليمنيين مع الانقلابيين هي معركة واحدة يخوضها القائد قبل الجندي، وهذا ما يختلف يعني ما يختلف به الجيش الوطني عن الحالة الحربية والعسكرية التي تعتمدها الميليشيات، حيث تدفع بالأطفال وتدفع
يعني ضعاف النفوس ومن تعتبرهم في المصطلح الشعبي العام زنابيل، وتحتفظ بالقيادات حقها في كهوف أو خنادق أو حتى يعني جيوب وأنفاق، لكن أبطال الجيش الوطني يخوضون المعركة كتلة واحدة، القائد والجندي في صف واحد وفي مترس واحد. ففي مثل هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أترحم على الشهيد حميد التويتي، العميد حميد التويتي، وكل الشهداء الذين يسقطون في معركة مقدسة يخوضها اليمنيون وهم يشعرون بقداسة المعركة من خلال ما يشاهدونه من حجم الاضطهاد والاستبداد والفساد التي تمارسها هذه الميليشيات التي جاءت لتكوض أو لتنقض على كل مؤسسات اليمنيين، مؤسسات الدولة الناظمة للشعب والحاكمة للوطن. نعم، إذن دعني يعني أخذ بعض الأفكار من التي طرحتها لأنقلها للأستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني ربما وصف سيد مانع يعني المعركة بأنها من أعقد المعارك، ولو اطلع عليها أي خبير عسكري لوصفها بذات الوصف. هناك تحصينات قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح لمدة 3 سنوات، يعني ليست بالهينة وليس اجتيازها بالهين كما يقول. برأيك يعني هذه الجغرافيا التي تدور فيها المعارك الآن وهذه الصعوبات التي يعني يواجهها الجيش، ما الذي تحمله من مؤشرات؟ أنا كنت أود أن أتكلم، ذكرت عندما تكلم الأخ مانع، ذكرت لما عندما كنت في اليمن كنت أتكلم مع المقاتلين. نحن نتكلم عن معارك تصل إلى مسافة صفر، عندما تقتحم موقع لا يمكن أن تقتحمه بالقذائف من بعيد، الجيش الوطني يتسلل بكل هدوء حتى يصل إلى المترس الحوثي، فتبدأ الاشتباكات في على مسافة صفر. نحن نتكلم على حرب، يعني اشتباكات تستطيع أن تقول أنها تصل أحيانا وصلت إلى عندما انتهت الذخيرة عليهم تراشقوا بالحجارة. يعني معارك لا يستطيع المخذل والذي يتكلم عن الجيش الوطني بسوء أن يتخيل حجم هذه المعارك وصعوبتها. هذه تحمل دلالات كثيرة، تحمل دلالة أن الجيش الوطني على ما ذكرت عازم، وأن الأفراد عندهم قناعات، لأنه لو كانت القناعة فقط سياسية عند الجيش الوطني لما استطاع أن يقنع هؤلاء الأفراد بهذه التضحيات الجسيمة، الذي يتقدم على المترس وهو يعرف أنه يقدم حياته ونسبة واحتمال الحياة بعد هذا التقدم الذي سيتقدم فيه ربما لا تقل عن 5% ونسبة الاستشهاد 95%، رغم ذلك يتقدمون لأنهم مؤمنون كل الإيمان بهذه المعركة أنها معركة وطن، معركة جمهورية، معركة إما أن نكون أو لا نكون. وكما قالها للشهيد حميد القشيبي رحمة الله عليه ذات يوم، قال هؤلاء معركتنا معهم قادمة، وكانت في عام 2013 قبل أن تبدأ الاشتباكات في عمران. معركتنا معهم قادمة لأنهم لا يقبلون أن تتعايش معهم، فإما أن يحكموك أو أن تكسرهم وتحكمهم، ونحن الآن في الطريق. لم نصل نحن وإياهم إلى نقطة لقاء أو نقطة مشتركة بيننا. الآن الجيش الوطني عازم على أن يكسرهم وعلى أن يستعيد الدولة وعلى أن يستعيد الجمهورية اليمنية من أيديهم التي اغتصبوها في 21 سبتمبر يوم النكبة اليمنية. نعم، إذا أعود إليك أستاذ مانع. أستاذ مانع، ما أهمية المناطق التي تدور فيها المعارك الآن وكيف يمكن أن تغير في سير المعركة؟ ماهية المناطق؟ هي مناطق جبلية، يعني تتمتع يعني جبال عالية شاهقة، وتأثيرها في مسار المعركة، السيطرة عليها يعني السيطرة على الكثير من خطوط الإمداد التي يستخدمها الميليشيات أو تستخدمها الميليشيات الحوثية لجبهاتهم، سواء كانت في الجوف أو حرب سفيان أو حتى جبهاتهم التي في يعني توصلهم ببعض أطراف صرواح أو حريب مه. هي معارك يعني ستغير من مسار المعركة وحسمها، خصوصا إذا ما تجاوز أبطال الجيش الوطني نقيل بن غيلان، يعني بأن ستضع الأوراق السياسية على الطاولة بما يتسم مع يعني ما يريده اليمنيون. يعني لأننا لا نحارب الحوثيون من أجل الحرب، نحن نحارب الحوثيين
من أجل الشراكة التي انقلبوا عليها وحاولوا الاستفراد بالسلطة والثروة. ولذلك ما يخوضه أبناء الجيش الوطني من معارك في نهم أو في تعز، لأنه الجبهات مشتعلة في نهم وفي تعز، هي محاولة من اليمنيين لكسر جماح وأطماع الحركة الحوثية التي تحاول أن تعيد النظام الإمامي إلى سدة الحكم لليمنيين بعد أن ثاروا عليه في 26 من سبتمبر في 62. فهم يخوضون هذه المعارك لكسر جماح هذه الميليشيا ولإخضاعها للقوة التي بدأوا باستخدامها، يعني لإخضاعها لقوة اليمنيين التي تريد منهم، لا تريد منهم العبودية كما هم يريدون منا، يعني لا نريد، لا أبطال الجيش الوطني لا يريدون بهذه المعارك استعباد هذه الميليشيات كما هي تسعى لاستعباد الناس، وإنما يريدون منها أن تعود إلى الجادة السياسية ومراجع اليمنيين في رسم السياسة وأنظمة ونظام الحكم في البلد المتمثلة في وثيقة الحوار الوطني، والتي تنصلوا عن كل شيء فيها وانقلبوا على كل شيء اتفق عليه اليمنيون. نعم. وهاجموا أو اقتحموا المؤسسات وانتهبوها. إن شاء الله هذه المعارك لها تأثيرات هائلة جدا سواء في المسار العسكري أو في المسار السياسي، لأنها ستكسر يعني أكبر تحصينات الميليشيات الحوثية اليوم تتهاوى وتتساقط بأيدي أبطال الجيش الوطني. نعم، عند هذه الانتصارات، نعم هذه تحقيق يعني اجتياز هذه المناطق أستاذ مانع، هل نحن أمام تحول جديد في المعركة أو طبيعتها هذه المعركة الدائرة في هذا الظرف؟ نعم، بعد اجتياز هذه المناطق، وخصوصا إذا بإذن الله إذا تمكن أبطال الجيش الوطني من تجاوز هذه الجبال إلى ما بعد نقيل بن غيلان، خلاص بعدها مساحة الحرب التي يعتمد أو تكتيكات الحرب المعتمدة على التحصينات في الجبال ستنتهي، وسيبدأ اليمنيون بخوض معارك فيها مساحات للمناورة العسكرية ويعني والعمل العسكري المفتوح الذي يكون فيه إمكانية استخدام كل أنواع الأسلحة في المواجهة. الآن كما ذكر الأخ زيد، الموضوع أن المعارك تتخذ أو تتسم بسمة التسلل فقط الذي يوصل بالجندي إلى أن يواجه خصمه من حد الصفر، لكن إذا تم تجاوز هذه الجبال سنصل إلى مناطق مفتوحة تكون فيها خيارات استخدام السلاح في المعركة، خيارات مفتوحة ومتاحة ومتعددة. الآن لا يستخدم أبطال الجيش الوطني في مثل هذه المعركة وفي مثل هذه التحصينات إلا يعني البنادق الكلاشينكوف والمعدلات وبعض القنابل أو اليدوية، لأن المواجهة مواجهة من الصفر، وكما قلت لكم هي حرب مع يعني المواقع المحصنة للعدو، المواقع المحصنة للميليشيات، وهذه المواقع تحتاج إلى يعني أخذ مهارة التسلل والوصول إلى الخصم إلى حيث يرقد وينام ويتمترس، وحينها لا يمكن أن تستخدم في مثل هذه المعركة إلا بندق الكلاشينكوف أو المعدل أو بعض القنابل اليدوية. لكن إذا تم تجاوز بإذن الله هذه المناطق في الأيام القادمة، المناطق الجبلية والمواقع التي يعتمد الحوثيون والميليشيات الحوثية على التحصينات فيها، سيتمكن الجيش الوطني حينها من خوض المعركة بأسلحة متنوعة ومتعددة وخيارات متعددة في مسألة الحرب. الآن الحوثيون والميليشيات الحوثية تعتمد على هذه التحصينات، إلا أن أبطال الجيش الوطني يدكونها الواحد تلو الأخرى، الموقع يتلوه الآخر، وكما قلت لكم المعركة معقدة والمواقع محصنة تحصينا دقيقا، يعني تحصينا من الأفراد ومن المدفعية ومن حتى قصف الطيران، يعني في خنادق في يعني مدارس كهوف كل ما يمكن أن تتخيليه في تأكيدات الجغرافية الجبلية موجودة على جبال نهم، ولذلك أي شبر أي يعني متر في هذه الجغرافية يتم تحريره من قبل أبطال الجيش الوطني يعتبر إنجاز، وإنجاز كبير كبير جدا.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك مانا سليمان القيادي في التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة لك أستاذ زيد، بناء على تحليلاتك أستاذ ورؤيتك أستاذ زيد، ما الذي ستشهده من خلال الأيام القادمة؟ هل سنجد أن هناك تطور في المعركة وتغير في المعادلة العسكرية، أم أن الأمور ستمضي نحو التهدئة من جديد؟ لا أعتقد أن هناك تهدئة إطلاقا فينا، المعركة مستمرة ومحاولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاخترق الجدار الذي صنعه الحوثيون والخط والنسق الأول لهم مستمرة، وكل مرة بخطة مختلفة لا يعني لا تخرج للإعلام، هي خطط خاصة بالجيش الوطني يحاول مرة بهذه الطريق ومرة بتلك، لكن بإذن الله يوم من الأيام سنظل نحفر في الجدار إما وجدنا ثغرة للنور أو متنا على أرض الجدار. الجيش الوطني مستمر والمعركة مستمرة، ومسألة دخول صنعاء أنا أستطيع أن أؤكد لك وللمشاهدين جميعا أن مسألة دخول صنعاء عبارة عن وقت، قد تكون أيام أو شهور أو حتى سنوات، الجيش الوطني لا يبالي، عازم على الدخول، عازم على الرجوع، ولا خيار أمامهم غير ذلك، ولا يأبهون ولا يلقون أي اعتبار للحلول السياسية أو للتهدئات، لأنهم يعلمون ما معنى تهدئة مع الحوثيين. الحوثيون لا يهدئون إلا عندما تكون الكفة ضدهم، وعندما يكونوا في موقف ضعيف يسعون إلى التهدئات أو إلى المناورات السياسية، وعندما يتمكنوا ينقضوا كل ما توافقوا مع خصمهم عليه، ثم ينكثوا بذلك ويعودون إلى المواجهات، لأنها حياتهم وفاقد الشيء لا يعطيه، هم عاشوا على العنف ومستمرون في العنف ويحكمون بالعنف، ولن يتخلوا على العنف إلا بضربهم بالقوة وأخضاعهم للدولة وإرجاعهم إلى حظيرة الجمهورية اليمنية، رغم عن أنوف الإماميين ومن يريدون إرجاعنا عشرات السنين إلى الوراء. المعركة كما ذكرت مستمرة بإذن الله، ولا أعتقد أن هنالك تهدئة قادمة أو أن الجيش الوطني سيلقى أي اعتبار لأي تهدئة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ زيد الشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكاي من ألمانيا. شكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، ولمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.